بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ ده. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره بتشوفوا القناه اضغطوا على مربع الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك الجديد، لايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا. مثل ما انتم شايفين مسويين خبز الحليب الهش صحي بعجينه مثل القطن اهي، مثل ما انتم شايفين رهيبة وصحية جدا ومفيد جدا للأطفال، وداخل علينا موسم المدارس بإذن الله، هينفع للمدارس أو للفطار أو العشاء. وصفة تحفة وهشة وخفيفة، لايكات وشير للفيديو. وهذا أصحابي شايفين قد إيه الخبز هش وخفيف وسفنجي، وشايفين بسم الله أهو، شايفين العجينة تحفة أهي. يا ريت ما تنسوش بدعم الفيديو باللايكات والشير، اتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. خلونا ننتقل للمقادير وطريقة التحضير. وهو كمان اصحابي حبيت ارويكم الخبز قد ايه، شايفين الخبز، شايفين اهو، شايفين اهو، شايفين اهو لايكات هذا اصحابي اضفنا هنا الخميره وسكر، وان شاء الله المقادير بنثبتها، وهنحط معلقتين ميه وهقلب فيهم الخميره ونسيبهم يتفاعلوا 10 دقائق ونرجع نكمل الخبز. هذا اصحابي بعد 10 دقائق الخميره اتفعلت معانا، واحد بيضه هنضيف البياض للعجين، وهنحتفظ بالصفار عشان ندهن بيه الوجه اهو. نزلنا البياض كامل والصفار هنحتفظ بيه للوجه. نضيف الحليب، لو ما عندكيش حليب سائل تقدري تضيفي حليب بودر وميه، يعني كل كوب عليه 3 معالق حليب بودر. وهنضيف الطحين، وان شاء الله بثبت المقادير في صندوق الوصف. وهنضيف رشة ملح ونعجن، ما نريد المرحلة دي نعجنها هوا. اهو اصحابي مثل ما انتم شايفين مش هعجنها عجن بس مجرد المكونات تتجمع مع بعض، وهنشوف الخطوة الثانية مع بعض، بس احنا ما نريد نعجنها، هرويكم. ما نريد افصل الفيديو عشان تشوفوا اهو، شايفين المكونات. خلاص المكونات كده اتجمعت مثل ما انتم شايفين اهي، هغطيها واسيبها 15 دقيقه ونرجع. ما نريد نعجن، انت برضو مجرد ما تخلطي المكونات تسيبيها كده، هنسيبها 15 دقيقه هغطيها. هنا اصحابي بعد 15 دقيقه اهي ارتفعت شويه، هنضيف حوالي معلقتين زبده كبار، وانا ان شاء الله بثبت لكم كل المقادير اهي، وهشغل عليها العجان واخلي الزبده تندمج مع العجينه. حتى لو انت ما عندكيش عجان هتحطيها على الرخامه وتدخلي فيها الزبده بايدك حتى تندمج معاها. هدمج الزبده مثل ما انتم شايفين اصحابي العجينه اهي اتدخلت فيها الزبده، وهي لازم تكون كده بتلزق شويه عشان ده اللي هيدينا خبز هش. هنخليها بقى تتخمر وحتى يتضاعف الحجم، وبعدين نرجع نشوفكم في التشكيل. طبعا كل واحد بقى حسب الايه، حسب الجو اللي عنده اهو. هنخليها تتخمر ويتضاعف حجمها ونرجع نشوفكم في الحين. اصحابي خلاص العجين خلاص اهو اختمر واتضاعف الحجم، شايفين ما شاء الله العجينه يعني زي الملبن مثل ما بنقول اهي. الحين هعمل ايه بقى؟ هناخد العجين اصحابي هقسمهم 15 كورة اهي كده، ونحطها جانبا. هقسمهم 15 كورة الحين اصحابي قسمناهم 15 كورة اهو مثل ما انتم شايفين، ولازم تغطيهم عشان ما يجفش السطح مالهم اهو. وهنيجي هنا على الجزء هذا وهناخد كوره ونفردها كده دايره. العجينه اصلا ما شاء الله تحفه، وهنلفها
كده اهو مثل ما انتوا شايفين، وهنضغط على الاطراف عشان نسكرها كده اهو. سكرناها، بقى معانا الرغيف اهو. هجيب صينية واحطهم جنب بعض، اكمل كلهم ونرجع نشوف. بدأ اصحابي الخبز اهو بعد ما شكلته. طبعا الحجم انتوا تقدروا، انا عاملاه صغير، تحبوا تعملوه اكبر هتتحكموا، هتعملوها ارغفة كبيرة. هخليه بقى اغطيه الحين واخليه حتى يتضاعف الحجم. ولو انتوا فاكرين احنا اخدنا بيضة، اخدنا البياض في العجينة، والصفار زودت عليه 3 ملاعق ماي ونقطة خل وخفقتهم وصفيتهم. انا بحب اصفيه عشان ما يبقاش فيه تكتلات من صفار البيت. وهننتظر حتى يتخمر الخبز. هذا اصحابي الخبز اهو ما شاء الله اختمر وعبى القالب او الصينية. صفار البيض اللي خففته بثلاث معالق مية هبدأ بقى امشي كده بسرعة خفيف كده وادخله على فرن. اعلى حاجة، اعلى حاجة عندك تشغلي عليها الفرن. انا عندي هنا اعلى حاجة 250، بشغل من فوق وتحت. هذا عشان الحجم الصغير مش هياخد 12 ل 15 دقيقة. لو الحجم اكبر هياخد وقت اكبر. هدخله بقى، هكمل دهن البيض وارجع احطه في الفرن ونشوف. اصحابي الخبز اهو شايفين هو لسه حار جدا، لازم نخليه يبرد. وبعدين هدهن وجهه بمعلقة زبدة كده عشان نلمع الوجه. لو حطيت الزبدة الحين الخبز سخن هيمتص الزبدة كلها ومش هيلمع الوجه، فلازم نخليه يهدى شوية يبقى دافي مش بارد، دافي بس. ونلمع الوجه ونرجع نشوفكم في التقديم. وهذا اصحابي بعد ما دهنا وجه الخبز زبدة، وشايفين قد ايه هش وخفيف. خلينا نقطع. وهذا اصحابي شايفين قد ايه الخبز هش وخفيف وسفنجي. وشايفين بسم الله اهو، شايفين العجينة تحفة اهي. ياريت ما تنسوش بدعم الفيديو باللايكات والشير. ياريت اصحابي ما تنسوش بدعم الفيديو باللايكات والشير. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم فيديو جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.